فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا امرأة من فرنسا تقول إنها تزوجت برجل مستقيم على السنة، لكن أباها لا يرضى باستقامته ويمنعها منه وأن تبقى معه، فما نصيحتكم لها؟ هذه مزوجة وليس لأبيها سلطان عليها، ما دامت مزوجة والرجل صالح لها مستقيم في دينه وأخلاقه فلا يمنعها أبوها من ذلك، لأن حق الزوج مقدم على حق الأب. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.